يسبحان في بحيرة صغيرة، وكان للبطتين صديقة، هي سلحفاة تسبح دائما بالقرب منهما. وفي فصل الصيف أصاب البحيرة جفاف شديد حولها إلى بركة وحل، فقررت البطتان الهجرة بحثا عن مصدر ماء جديد للعيش بقربه. ذهبت البطتان إلى السلحفاة لتوديعها. سمعت السلحفاة بقرارهما حسنت كثيرا، فنقص الماء يضرها أيضا. لا يمكنني أن أعيش بعيدا عن الماء، خذاني معكما. وفي وسط الرحلة شاهدتهم حيوانات الغابة، وقال بعضهم لبعض: يا للعجب، سلحفاة تحلق مع بطتين، منظرها مضحك هكذا. إنها سلحفاة تثير السخرية، لعلها تريد أن تتعلم الطيران. وتعالت الضحكات. فلما سمعت السلحفاة ذلك انزعجت كثيرا من التعليقات، وبدون تفكير أرادت أن ترد عليهم قائلة: وما العجب في ذلك؟ فلما فتحت فمها بذلك الكلام أفلتت الغصن وهوت من السماء وسقطت في كومة قش على الأرض. أسرعت البطتان لمساعدة السلحفاة فوجدتاها تئن من أوجاعها. يا مريكي، أنت تجاهلي تعليقات المزعجين. إن الكلام أحياناً يكون سبباً في وقوعنا في مشاكل. سأشغل عقلي في كل مرة أريد فيها الكلام.